أسعد الله صباحكم لك الخير يا رب. أتمشون في سوق ثراثي في سوق مباركية هنا عند مطعم اسمه بيت أحمد، نشوف مع بعض ديكوراته بعدين نشوف أكسات الداخل الخارجي بالطريقة هذه مثل ما تشوفونه. ما شاء الله الله مبارك. نشوف الدبشات الداخلية كان يبيع منتجات داخل الطريقة هذه إن شاء الله الله مبارك. طبعا الجلسة هذه شوف السيولات عندي ما شاء الله. على خفايف عليكم الخبز مع دبس الرمان اللبنة سحارة طماط إذا تحبون سحارة طماط. حياكم والله كذلك في الكويت جزيرة الخضراء شوي خفيف خفيف نشوف مع بعض تفاصيل المكان.